مساكم الله بالخير. اليوم في تجربة لفلايت سيموليتر، هذه لعبة تعد من ربما تكون أفضل لعبة حقيقية ومقاربة للطيران الحقيقي. اليوم راح أجرب أطير بطائرة الطيران العماني. من الأشياء الجميلة في اللعبة أنك مكانك تحصل كثير من لوجو الطائرات ولوجو الشركات المعروفة. طبعا أنا ما طيار، فلذلك أحاول أبذل قصارى جهد عشان أنزل بطريقة ما شاء الله. تقريبا هذه هنا العذيبة على اليسار، هذا في الأمام مطار مسقط الدولي. راح نحاول نهبط بشكل مستقيم على المدرج. صرنا كثير نازلين، راح ارتفع شوية. ننزل شوي، خاف اصطدم اصطدم بالشارع. هذا تقريبا شارع المطار، تقريبا شارع المودي للموج. اقتربنا اكثر من المطار. لا 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 لا، يلا ان شاء الله نهبط بسلام. نخفض السرعة. ما شاء الله هبوط قوي، بس يلا الحمد لله وصلنا بسلام. شوية ملنا عن الخط، والمفترض انك تهبط في هذا اللاين اللي بالمنتصف، بس كان هبوط جيد. شكرا للمتابعة وحياكم الله.